طبعا احنا كنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن مباراه امبارح وتفاصيل اكتر عن الفتره القادمه، فكان لازم يكون معانا الكابتن احمد الجرحي المدرب العام في الفريق. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ الاول بطمن عليك وعلى مودي في البدايه، اخباركم ايه؟ لا والله انا تمام، انا الحمد لله من الاول تمام. في حاجه انا عملت مسحه طبعا، لان لما مودي مسحته جت ايجابيه فاضطريت ان انا اعمل مسحه، بس الحمد لله كويس. ومودي يعني الدنيا ماشيه بشكل كويس ان شاء الله، وهيعمل مسحه على يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الف سلامه على مودي، وبلغوا تحياتنا ان شاء الله كبرنامج الابطال، نتمنى له العوده سريعا وسط الفريق. كابتن احمد، كلمني امبارح عن المباراه، انتوا كنتوا داخلين بايه؟ ايه الاجنده الفنيه اللي انتوا كنتوا داخلين بيها وحكم الاستفاده من مباراه امبارح؟ والله يا كابتن هيثم، هو طبعا كوتش ماريو كان محتاج يلعب ماتشات وديه لانه محتاج يشوف اللعيبه، فهو طبعا شاف اللعيبه بعتنا له ماتشات، اخذ 5 6 ماتشات للفرقه واتفرج عليهم، وكان ليه تحليله يعني الشخصي، فحب يشوف الفرقه بقى في ماتشات قبل طبعا ما نبدا البيست اوف فايف مع الاتحاد، يشوف على ارض الواقع بقى اللعيبه. طبعا انه جرب الفلسفه يعني الجديده اللي هو حاططها سواء الدفاعيه او الهجوميه، ويمكن هو كمل على بعض الشغل اللي كانت الفرقه اصلا بتشتغله طبعا لدي الوقت. وامبارح ما كان واخد قرار ان هو مش هيلاعب اللعيبه مدد كبيره، بالذات اللعيبه اللي كانت لسه راجعه من الاصابه. انت عندك جاكسون المحترف كان بقاله 15 يوم نريح لانه كان بيتعالج من العضله الضامه، واتمرن تمرينه واحده واخد من امبارح جزء بسيط، يعني جزء مش بسيط قوي، يعني حوالي 18 دقيقه من الماتش. ايهاب امين نفس الكلام، كان لسه راجع بقاله يومين فاخد له 12 13 دقيقه، وحصل روتيشن كبير ما بين اللعيبه، وفي ولاد صغيرين كتير لعبوا، عبد الله لعب فوق ال 20 دقيقه، عمرو زهران لعب، مالك لعب، تقريبا كل اللعيبه لعبت، بحيث ان هو بيتفرج على اللعيبه مش كاختبار، بس هو محتاج يشوف يعني اللعيبه تصرفهم خبراتهم في ريتم عالي زي ماتش الجزيره، يعني الجزيره من التوب فور يعني اللي موجودين في الدوري. فمباراه انا شايف تجربه كويسه جدا، هو حتى قبل الماتش قال ما فيش بريشر عليكم يعني او اي ضغط يعني للسكور او النتيجه ما تهمنيش، انا اللي يهمني ان انا بس نحاول ان احنا ننفذ جزء من الشغل بتاعنا. ثاني يوم هنصلح اخطائنا اللي هو كان النهارده، يعني عملنا فيديو ميتنج اتفرجنا فيه على الاخطاء بتاعه امبارح وبدانا نصلحها، وعندنا مع الجزيره بكره ثاني ان شاء الله مباراه. طب قول لي انت، يعني انت جاوبتين على السؤال الثاني ان هو شارك مجموعه من الناشئين زي عبد الله ناصر عمرو زهران، يعني برضو ما جاش يعني، او هو برضو باصص عينه على الناشئين. طب انا عايز اعرف يا كابتن احمد برضو وطمنا استجابه اللاعبين، يعني طبعا هو اكيد راجل عنده من الخبرات الكثيره وعارف ان الوقت ضيق، فاكيد مش هيصعب الشغل على اللاعبين، اكيد هيختار الامور السهله البسيطه اللي تبقى ابليكابل وسهله انها تطبق في الملعب. حجم استيعاب اللاعبين للسيستم الجديد ايه يا كابتن احمد؟ والله صدقني يا كابتن هيثم، يعني اللعيبه مستجيبه جدا مع كوتش ماريو، يعني التعليمات بتتنفذ، التوجيهات اللي بيعطوها الاولاد في التمرين بيحاولوا ينفذوها باقصى ما يمكن، يعني ان هم في الماتشات او حتى في التقسيمه لو في تقسيمه جوه التمرين. هو اسلوبه سلس وسهل، يعني السيستم بتاعه مش معقد، يعني هو اسلوبه سهل، ودايما من الحاجات الكويسه ان هو دايما بيشتغل على عامل النفسي كويس قوي مع اللعيبه، وانه بيحمل اللعيب المسؤوليه، هو دايما عنده مقوله يعني يقول انا بحمل لك مسؤوليه جوه الملعب بس، لكن احنا لما الفرقه بتكسب احنا كلنا كسبنا، لما الفرقه بتخسر انا اللي خسرت المدرب. فهو بيشيل يعني، هو يعني عارف انت ايه، بيحملك المسؤوليه جوه الملعب، لكن هو بالظبط ايه بيحميك بره الملعب، ان اي دروب يحصل لك او كده دي مسؤوليتي انا كمدرب. فدي طبعا هو نفسيا يعني عامل شغل كويس مع اللعيبه، ده انا شايف ان ده اكتر حاجه هو شغال عليها، زائد طبعا الجزء الفني. انت طبعا انت لعيب كبير وعارف كوتش ماريو فنيا، مش هنيجي بقى نقيمه في صحيح بعد السنين والمكاسب اللي هو عملها في حياته. صحيح. طب كابتن احمد قول لي، احنا بكره ماتشنا الساعه كام؟ ان شاء الله مع الجزيره. الساعه 7 ان شاء الله. الساعه 7. طب يعني برضه هيلعب بنفس التشكيل، ولا هل ممكن يعني في لعيبه مصابه اكتر ممكن تشارك، يعني ولا هو بيسيبها لوقت المباراه؟
بص احنا ما فيش حد دلوقتي الحمد لله مصاب، الناس كلها موجوده ما عدا مهيب هو اللي لسه ما رجعش للفرقه، ومودي طبعا بسبب الكورونا، لكن بقيه اللعيبه كلها موجوده. وممكن بقى اللعيبه هتبدا تاخد عدد دقائق اكبر، يعني هتلاقي ايهاب ياخد عدد دقائق اكبر، جاكسون ياخد عدد دقائق اكبر، ابو النصر ياخد عدد دقائق اكبر. كل ده كل اللعيبه اللي انا بقول لك اسمها دي كانت مصابه وكانت واخده يعني اقل من نص الماتش، الماتش اللي فات اقل من 20 دقيقه، وفي ناس اقل من 15 دقيقه. هيبدا عدد دقائق بتاعتهم تزيد، وبحيث ان احنا كل ماتش بنتحسن بقى ان شاء الله عن اللي قبله. لان خلي بالك ما تنساش ان الفرقتين اهلي والجزيره وقعدوا عن الماتشات بقى لهم شهر ونص. صحيح. انتوا يا كابتن بالمناسبه يعني هتكتفوا بالتجربتين دول الوديتين مع الجزيره، ولا ممكن تفكروا في خلال ال 10 ايام اللي جايين تعملوا ماتش تاني؟ والله هي مشكله كابتن هيثم ان الاتحاد برضو عامل ماتشين مع الجزيره في اخر الشهر. انت ما فيش غير الجزيره، الخامس للثامن تقريبا حسم بالقرعه فخلاص مش هيلعبوا. الفرق اللي تحت بتلعب على الهبوط بيلعبوا مع بعض، ما عندهمش وقت الماتشات الوديه. فاحنا طبعا قعدنا يعني مع كوتش ماريو وخدنا قرار يعني صاله النادي والمشروعات ان احنا هنعمل معسكر ان شاء الله ابتداء من يوم 28 او 29. هي الماتشات هتبدا يوم 6، فهيبقى عندنا معسكر من يوم 28 او من يوم 29 لسه هيستقر التاريخ، هنستقر على التاريخ ده بكره ان شاء الله. ان شاء الله. هيبقى التمرين يبقى صبح وليل بحيث ان الفرقه تبقى مقفول عليها اكتر، تحفظ الشغل اكتر، تتمرن مع بعض اكتر، كوتش ماريو يشوف اللعيبه اكتر، يعني عارف اكيد طبعا يعني. اكيد طبعا يا كابتن احمد، اكيد برضو وجود يعني عمل معسكر بدري قبل ماتشات الاتحاد هيبقى ليه فايده. كابتن احمد الجرحي المدرب العام بالفريق الاول لكره السله، بشكرك شكرا جزيلا، وضحت لنا معلومات مهمه كنا عايزين نعرفها عن مباراه الامس الوديه مع نادي الجزيره واللي انتهت بفوز الاهلي بونت. بس طبعا زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما كابتن احمد الجرحي قال ما كانش مهم جدا النتيجه، والخواجه برضو قال كوتش ماريو قال انه ما حطش اي ضغط على اللاعبين وشارك كل اللاعبين، يعني عمل روتيشن عالي وحتى اللعيبه الصغيره شاركوا، واللعيبه المصابه اللي كانت لسه راجعه من اصابه برضو او اللعيبه الصغيرين كمان شاركوا، اللعيبه المصابين شاركوا فترات قصيره، عمل روتيشن سريع. طيب.